100% hip hop, film rap. انا اقول لك كيفاش لي استوار تاع عيط ليا البيل باش نقصر في لامي ستيب بيدوك ايوا الحق واحد الرابور بدا صغير. القصه الاولى اللي طرات ليا مع الراب هي اول مره غادي نكتب غنكتب شي حاجه نكتب قصيده شعريه. كنت نقرا في الثاني ديت الاستاذه العربيه شافتها قراتها قالت لي ماشي انت اللي كاتبها. فاش قالت لي ماشي انت اللي كاتبها حسيت بشي حاجه ماشي هي هذيك. حسيت بلي عندي شي حاجه بشكل حسيت بلي السيلو ديالي بشكل. دازو اعوام وسنين تلاقيت مع واحد الناس اللي قدام عليا في الراب في لا ريجيون فين ساكن منهم ان جروب كان سميتو باستوس كومباني. تلاقيت معاهم تعلمت معاهم الراب ابخي دزنا للجروب سيوف الزنقه كان اول جروب غادي نديرو اوفيسيال مع تيغيرا بوتوكسي. من بعد داك الجروب ولا رابا فويز بدات تشهر بدينا تنتعرفوا اختاريت لو ستيل ديالي بدا تيبان التميز ديالي في الراب. الدراري تا هما عطاو جهدهم في اللعيبات تعرفنا طلعنا في ماروك هيت باراد 2010 على فيت ديال المزيكا تدار كانت تدار كل عام تتنظمها هيت باراد تدار في بولكراك في الرباط. طلعنا مع دي جروب معروفين ديك الساعه في لاسين ماروكان بحال مسلم بحال كازا كرو بحال فاستي كلون بحال ام داز فيستيفال زوين درنا سميتنا طبعنا سميتنا وسط البلانات. ابخي رجعنا اللور كل واحد فكر يدير كارير ديالو تيغيرا فكر يدير كارير انا فكرت ندير كارير توكسي فكر يدير كارير ديالو. طراو شويه ديال المشاكل تحلوا المشاكل بلانات صافي ولا كل واحد تيدير لي مورسو ديالو ابار. انا اقول لك كيفاش لي استوار تاع عيط ليا البيك باش نقصر في لاميك ستيب بيدو كحل. البيك كان تيدير واحد اللعيبه كان كل سيمانه واقيلا تيبارطاجي شي مورسو ديال الدراري اللي تيعجبوه. بارطاجا جوج تراكات ديالي سولو. من بعد وصل هضر معايا بابي مشكل قال لي راه كاينه واحد اللعيبه كاين ميك ستيب البيك غيلعبوا لها ثلاثه مهم بلانات طنطان وجد راسك قد المورسو صاوبنا مورسو صيفطونا. داكشي اللي درت صيفطت مورسو بحالي بحال الدراري كاملين سجلته عندي تميكسا عندي صيفطته ليه عجبو البلان داز في لاميك ستيب. تلاقيت بيك ديك الساعه بدات الغولاسيون ديالي مع دون بيك. كان بيناتنا احترام مزيكا لعيبات كنت تنحترمو كانسان تيصاوب مزيكا كانسان بدا الراب دار ان البوم اللي سميتو مغاربه تنموت لي البوم واعر. كان داك الاحترام بيناتنا ديك الساعه. من بعد طلعنا لاسين موازين مع روابا بحال ديزيدروس شايفين ناسيو روابا بزاف واحد اخرين بحال ساجيم. طلعنا لاسين موازين تما بداو بلانات. دونك غتطلع معاك الدراري الانسان اول حاجه تقدر ديرها هي تفكر غير ديك لا جورني اللي غيضربوا معاك الدراري في ديك لاسين اللي انت ديجا مخلص فيها وجو سي با واش مخلص فينا حنا. المهم ما عرفت ما وصلت انا ما هضرتش معاه في دوك التفاصيل ديال الفلوس حيت ماشي سوقي سي با لوبجيكتيف. لوبجيكتيف ديالي هو انني كانت عندي واحد الانرجي كانت عندي واحد اللعيبه خصني نوصلها للبوبليك جات واحد الطريقه باش نوصلها للبوبليك غنوصلها للبوبليك. هذا هو لوبجيكتيف ديالي. من بعد طراو مشاكل من بعد البيك بغى يدير واحد الريزيدونس ميوزيكال في 2015 عيط ليا قال لي غنسجل لك انا البوم بروديكسيون دي بي اف غيخرج في لي بلاتفورم غيتباع في فيرجين. المهم تواشا كاملين طان هادي كاين انا بورسونتاج ليا. المهم دوك الاحلام كاملين اللي لازم شي عند واحد لابيل وانت عندك واحد لالبوم تتوجد فيه. المهم فكرت ندير هاد اللعيبه هادي رجعت بديت تنكتب في الالبوم من نيتي تواشا ساليت الالبوم ديالي كانت بينا كنا تنهضروا ديك الساعه تنطلع عندو الكازا تنطلع انا بات تواشا هادي فين غادي الالبوم فين وصل فين تواشا. من بعد ما كاين لا ريزيدونس ميوزيكال ما كاين لا البوم ما كاين حتى شي حاجه من هادشي كامل. فاش كنت تنسجل مازال عاقل جا واحد الساط نيت اللي كان تيسجل ليا ضرب ليا دو فوتو ما عرفتش علاش ديال اش هادوك شي ما فهمتش ديك الساعه ضربت راسي ما فهمتش قلت ما عرفتش فهمتش سي بوغ ان دوسيي
سي با مون. صافي بقات هكاك. دازت المده، دازت المده، انا كنت نجمع اوراق ديالي باش ندير كارطات، ندير واحد لا كارط ارتيست من حقي. انسان بدا الراب 15 عام هادي خصها تكون عنده اون كارط ارتيست. عيطت لنوبيك قلت ليه عطيني اتيستاسيون كو راه شاركت معاك في اللعيبات، كو ريزيدونس ميوزيكال ما دارتش ماشي مشكل، عطيني اتيستاسيون ديال جينيراس ديال الموازين. طلع لي طلعنا معاك لعيبات والتواشا، قال لي اوكي سامارش نقول ساتي صاوب هذيك صافي لعيبات. عاود تعيط ليه قال لي صافي سامارش، عيط عطاني النمره ديال الصات عشان عيط للصات، هضرت معاك ليه الصات. قال لي اخويا راه داكشي محبوس من الفوق، فهمتي؟ ما فهمتش. بوغ لو بوغ داك الالبوم اللي كنت غنسجل قال لي هادشي راه تحبس من الفوق. بوغ تراكات دوك جوج تراك اللي كانوا في واحد ريزيدونس ميوزيكال اللي كانوا فيها بزاف ديال الناس، فهمتي؟ جو سي با، ما عرفتش انا دوك الناس علاش ما هضروش. واقيلا كان شي واحد في الجديده، انا اختيست في الجديده اللي هضر على هذا البلان هذا ديال سميتو اللي داروا دومبيك. دونك انا ما عرفتش انسان واش بغى يعاونك ولا بغى يهرسك، فهمتي؟ باش تمشي تخدم ان البوم من قلبك واللعيبات وتجي صافي داك الالبوم بقيت تنفكر فيه، بقيت ما حملتوش تو سامبلومون، حيت انا نهار فكرت نكتبو فكرت كتبتو بواحد لينورم، بواحد اللعيبات، بواحد الاحلام، بواحد لو غيف، فهمتي؟ دونك تهرسوا هاد اللعيبات كاملين. وقفت اللور رجعت بديت تنشوف شنو واقع في لاسين ماروكان. تال دابا هاد كلاشيتو، حيتاش دومبي كنا تنعرفو تيهضر في واحد لي سوجي ديال الدولة، ديال العباد، ديال السيستام، ديال التواشا، ديال الانتخابات، ديال دومبيك عرفنا ديال البركة من الخوف، عرفنا دومبيك ديال ما عرفتش دومبيك ديال ليغو تريب، مازال ما عرفناش. بان لي انا باغي يمشي فهاد الطريق هادي، بانت ليه زوينة انه يبدا يكلاشي الدراري والعباد وتكلاشا والحياة جميلة، فهمتي؟ ما طاري والو في المغرب، حتى شي واحد ما داي شي حاجة، فهمتي؟ المغرب زوين بيس ترونكي، هادشي اللي كاين، هذا هو اللي بان ليا، فهمتي؟ قلت علاش لا، انا طاري ليا بلان مع دومبيك، علاش لا، علاش ما نكلاشيش؟ بقات عندي واحد الحاجه من جهته، فهمتي؟ انا بيس مع كاع الروابا ديال المغرب، واخا نجبد شي رابور شي 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 رابور في الروابا ما غنجبدوش، ما غاديش مي انا هذاك ماشي كلاش، ما تنعتبروش كلاش، تنعتبرو واحد ديسكريبسيون داك الشيء اللي طرا. البروبليم ديالي مع البيك هو راه فهم الميساج، اذا كان الميساج وصلو راه فهم الميساج مزيان، وعرف عرف 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 الكتابه كيفاش غاده، وكل شيء مرتب وكل شيء مقاد، فهمتي؟ والسطوره معبورين مزيان. الراب ديالي شحال هادي، الراب ديالي شحال هادي كنا تنجمعو في الدارب، تنطلقو انستري، فهمتي؟ البلان بيت بوكس تواشا، فهمتي؟ تيجي تدير فهمتي، كان لي هيب هوب، فهمتي؟ البلان دابا ولا انستغرام وستوري وشحال عندك من كا وشكون، فهمتي؟ ولا الراب زوين هكا، فهمتي؟ في دخلاتو شويه ديال العياقه وشويه ديال العاقه، فهمتي؟ شحال هادي كان الراب زوين بهاد الحوايج هادو. دابا ولا بنادم تيسد عليه في الاستوديو تيحاول يبرودوي شي حاجه، تيحاول يبرودوي الفاست فود، تيحاول فهمتي تيحاول يتاجر بالمزيكا، وهذه حاجه مزيانه، فهمتي؟ ان الدراري يستافدوا من داك الشيء اللي من الموهبه اللي عنده، فهمتي؟ من حقه. مي دي فوا تنبغيهم يعطيوني شي تحفه فنيه، فهمتيني؟ في دي فوا خصهم يفكروا في هذه اللعيبه، مره خصو يبقى يخرج شي حاجه اللي زوينه، فهمتي؟ شي حاجه اللي تمزك بصح، اللي تبقى عايشه، بحال كاينين تراكات تيبقى، بحال الالبوم ديال البيك، الالبوم مغاربه تنموت، من لي زالبوم الواعرين، ما تنكروهاش، فهمتي؟ من لي زالبوم واعرين في المغرب. احسن تراك عندي في الكاريير هو سي ان بيرسوناج، ميستر بولفار، هو البولفار. هاد البيرسوناج انسبيراسيون ديالي انا يا مزيود في القواسم، تزاديت في الرباط، تزاديت في الرباط، مزيود في القواس. القواس كانت الفوق واحد كان داك الشارع سميتو شارع المجد، وكانت فيه واحد الغابه، وكان كان ظلام العيبات تيطراو تما،
العجب فهمتي العجب المعجب تانسبيريت من داك القنت كانوا تيقولوا لي الدار عندك طلع تما وكنت صغير بزاف فهمتي صغير بزاف فريمون وكانت عندي شي 4 سنين تقريبا حيت تحركنا من داك القنت المهم دوزت عام انا في ديك دوزت 4 سنين في داك القنت ما فاش بديت تنعقل 3 سنين 4 سنين بديت تنفكر شويه فهمتي تتكون عندك ديك لا ميموار شويه هكا تيقول لك الدار ما طلعش لتما كدا فاش كبرت سولت شنو كان شي طرات تما عاودوا لي عاود تاف ديسك عجبت الناس لبست كوسيم كرافات بدي خرجت شفت بعيون الناس فهمتي شنو طاري شنو طاري في الزنقه في واحد البولفار في واحد الشارع كل بيرسوناليتي تدوز من داك الشارع عايشه واحد عايشه واحد العالم عايشه في واحد واحد لو موند عندها واحد لو سيركل ديالها هكا كتبت وانا المرسو مورالي فيكون اعتزل الراب بعد على الراب حيتاش صافي سالي داكشي اللي بغيتو في الراب ساليتو منه صافي سالا كان عندي مشكل واحد مع امريكا شيت شي واحد امريكا كان عندي شي مشكل مع شي واحد كان عندي مشكل مع دومبيك غادي نلوح تراك ايفيكو ايفيكو واحد تراك اللي تيهضر على واحد الناس اللي تنتلاقاو معاهم كل نهار دوك الناس تنشوفهم في الزنقه كاين اللي تيرد لهم البال كاين اللي ما تيردش لهم البال اللي هما اللي تيجمعوا الزبل ديالنا الزبل اللي تلوحوا حنايا داكشي علاش رابيت على الايفيكو حيت في الرباط جو بونس واقيلا كاميواش ايفيكو اللي تنشوف و ايفيكو ماركه زعما قاصحه غير ديال تمارا تواشا يعني اي واحد خدام في المارشي اي واحد تيضرب تمارا اي واحد عليه داك المرسو على هاد الناس غنيت صافي بغيت نعتزل الراب مي غادي نبقى في البروديكسيون ان شاء الله غادي نبدا في البروديكسيون غادي نبعد شويه تانسبيرا شويه بلانات وغادي نرجع ان شاء الله في البروديكسيون نقدر نكون رياليزاتور نقدر نكون مي الراب ساليت معاه في هذا وميرسي بوكو لي فان ديالي الدراري اللي من الاول من النهار الاول من رابا فويز من سيوف الزنقه من شحال هادي هما تابعيني و تيصيفطوا لي ميساج و تيقول كمل فوالا ميرسي شكرا لكم كاملين يتوب عليكم و هادشي اللي كاين ميرسي ستريت ارت و كملوا في البلان في بلاناتكم في داكشي اللي تديروا والله يوفق و بيك اب كاع الروابه ديال المغرب كاملين اي واحد تيحلم بشي حاجه باغي يديرها غيوصل ليها ان شاء الله